خليني اقراها بيني وبنفسي وبشكرك جدا جدا، ده حلو قوي بصراحه، بشكرك قوي. انت عايز تقلك عايز كل الفخر. بشكرك هقراها بجد. يحصل حاجات كده عشان
انا طبعا الاغاني من سنه 88 ولا 89 بقى لنا 20 سنه ولا 21 سنه، فنفسي اقول كل الاغاني في اجيال طلعت وناس نزلت وناس طلعت، فيعني ايه انا نفسي اقول لكم كل حاجه. انما كل سنه لما باجي بكون تعبت او اشتغلت شويه، طبعا مش ما حدش يقول تعبت ولا حاجه، اشتغلت عشانكم وعشان نفسي برضه. فانا قبل ما اقول اي حاجه، انا فعلا عايز اشكر كل اللي اشتغل معايا السنه دي كلهم. انا يعني بخص ناس كتير، يعني حسن الشافعي بجد جدا جدا، حتى عايز اشكر نسيت اللي عمل الصوره اللي انت وريتها لنا ده، كريم نور بشكره، هو موجود هنا ايضا. حلو كده. ومين تاني بس عشان البدرك الباش، والله ده الناس اللي من ليبيا الشقيقة اللي هو عامل طمني انت تقرب مني ده انا عاشق. وكل وبرضه هنا هو الناس اللي اشتغلت معايا. فين فين هو اهو اللي عمل الشريك كله برضه، هو ارفع ايدك لفوق كده، هو مهندس اللي عمل الالبوم، اللي عمل الالبوم تامر الزقيبي، هو عمل هندسه صوت الالبوم. بشكره برضه جدا جدا جدا، بشكر كل واحد اشتغل معايا، وبرضه بشكر كمان جدا جدا كل واحد جاء اشتغل معايا في الحفله دي، اصدقائي اللي من العمر، مهندس العظيم اللي عامل شغل كويس قوي واحسن واحد في العالم العربي عاصم السيد، و بشكره جدا 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 جدا، وبشكر الفرقه. وبرضه هقول لكم حاجه، انا هعمل الاغنيتين الهاوس ورا بعض ويمكن الثلاثه كمان عشان نقعد نهايبر كده ونجري ونتنطط والحاجات دي، عشان هي دي ايه؟ ها؟ نعمل هي مفيش اسرع من انا هنقول انا فوقيها دلوقتي وبعدين ايه؟ نختتم الثاني. في ناس ثانيه ناقصه؟ اتفضل سعادتك. وياه ايه الحياة هتحلى؟ أنا عايز أغنيها أنا كده، اديني الفرنلتي أغنيها أنا كده معاهم دقيقة ثانيتين. في مين تاني اللي نسيناه؟ معقول نسيت حد؟ اللي لو نسيت حد ما يزعلش مني يا جماعة، من أصدقائي. أوعى حد يزعل مني. نفتكر أهو، نفتكر ال 12. خالد عز، خالد عز مشكور، وهاني عبد الكريم بعدت ليه؟ هم اللي عاملين الاغنيه. يلا خرجت الاغنيه دي. والله ايه المشكله؟ لا والله اشتغل كل الناس اللي اشتغلوا معايا بشكرهم جدا فيها. انه احلى واغلى الناس خلى قلبي يقول لي خلاص اهدى بقى لقينا.
نكمل الاغنيه عشان عايز اقول لهم حاجه. ان اخويا اللي بيغني وابني اللي بيطلع في الاخر، بس اشكره عارفين انا العيله كلها فنانه، بس مش دي طبعا الناس دعوه بيها. مصطفى اصلان الجيتار بتاع الالبوم كله هو اللي لعبه، بحييه تحيه كبيره جدا، بيقعد معايا كتير قوي، هو اللي لعب حاجات كتيره. انت لاعب، اديني حته كده من الالعاب كل حاجه. ايه الغرور ده؟ طب اديني اي اغنيه. ترارارارا اسمها ايه؟ بس عشان تفتكر. ايضا انا مبسوط جدا ان سنتين في نفس المكان بنفس الشركه المنظمه في نفس الشخصيه اللي انا احييها، اللي هو بيجيبني هنا وبيعمل كل الاورجنايزيشن ده وبيعمل كل التنظيمات دي، مصطفى اسماعيل. بشكركم جدا، بشكره قوي، وبشكر كل الناس اللي معاه كلهم اللي بيتيحوا لي الفرصه ان انا باجي اشوفكم. وبعدين نلعب السريع قوي 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 اللي بعد كده اهو. يلا يا استاذ ونخلص. نشوف دي يا جماعه اخر اغنيه في الحفله. شوف السهوله بقى، خلي بالكم احنا بقالنا حوالي 3 ساعات الا شويه. بقالنا قد ايه؟ ها؟ ساعتين ونص شويه. انا بالنسبه لي مفيش حاجه، انا ممكن اقعد الصبح، بس هشوف الكفاءه بتاعتكم في الاغنيه. هقول لكم اختاروا انتم ما بين عيني وانا شايفه ولا وياه ولا الله على حبك انت. اختاروا واحده على طول. الاولى ابعتوا لنا على التليفون. الاولى وياه، الثانيه عيني وانا شايفه، الثالثه الله على حبك انت. واحد، اثنين، ثلاثه. ما ينفعش كده، في عمل يعني ممكن. طيب هلا. We'll be right back.
اشكركم ومن هنا اهو حاسس كده شويه اهو اهو اهو